Boyard, the greatest of all time, goes big time. John Cena is coming to WWE Crown Jewel. تعود فعاليات كراون جول العالمية هذا العام إلى موسم الرياض 2023 في نسختها الرابعة والمقامة بشعار باج تام وسط ترقب عشاق عروض WWE لأقوى وأشهر نجوم ستكون لأول مرة في المملكة منذ عام 2018 ببطل العالم جون سينا الذي تم تتويجه في 16 بطولة. وتنطلق الفعالية يوم السبت 4 نوفمبر المقبل في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى أهم وأكبر المناطق الترفيهية لموسم الرياض. مباريات فردية لقب بطل العالم في الوزن الثقيل إلى جانب بطولة لقب WWE العالمية بلا منازع وبطولة لقب WWE للولايات المتحدة، إضافة إلى مباريات خماسية لبطولة العالم للسيدات ومباراة فردية على بطولة لقب بطل العالم للسيدات.